فقرتنا التالية نرمين يعني بتخص الصبايا أيضا وبتهم الصبايا وهي الاستقلاب الجسم. كيف أحيانا كيف الصبايا بتعمل دايت أو بدها تنزل وزنها ولكن استقلابها ما بيكون سريع، استقلابها بيكون بطيء. شو يعني استقلاب بطيء وشلون يعني بدنا نسرع الاستقلاب؟ هدول الأسئلة أكيد حتجاوبنا عليهم ثواب الغبرة اختصاصية في التغذية. رمضان كريم يسعد صباحك، سرعناك قبل الفقرة أسئلة كثير الأسئلة هي متعودة عليها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. ثواب كثير من الصبايا قللوا سعرات حراريه، مارسوا تمارين الرياضيه ولكن وزنهم بعده مثل ما هو. السبب المرجح الاكبر صار هو موضوع الاستقلاب. قبل ما نفوت شو يعني استقلاب بطيء وسريع، خلينا نعرف شو يعني استقلاب. الاستقلاب يعني حرق الجسم، تحويل الماده الغذائيه لطاقه كيميائيه حتى نحن ناخذها نستفيدها، او طاقه حركيه او اي طاقه حراريه حتى نستفيد منها بالجسم بوظائفنا. فهي عمليه التحويل. انا بحيث اني انا احيانا ممكن تكون عندي جهاز كمبيوتر ورائع جدا ناقصني وصله تماما، كل امكانيات هذا الجهاز ما بستفيد فيه منه بسبب نقص الوصله هي. احيانا يكون عندي مدفأة كثير كبيره وعندي ماسوت وعندي كل شيء، ما عندي كبريته، فانا ما بتدفى بهالمدفأة هي ليه؟ لانه ما موجود هالشغله البسيطه. نفس الشيء عمليه الحرق بالجسم، تكون عندي الخلايا سليمه والامور وعندي مادتي الغذائيه الصح، لكن انا ما عندي قدره على اني احول هالماده الغذائيه لطاقه، فبتيجي بتتراكم هالامور هي كلياتها وبتسبب اعباء بحيث انه اجت لوظيفه صارت لوظيفه اخرى. فهي هي عمليه الاستقلاب، تحويل الشيء للشيء النافع. فهون ما نجيبها نقول سر الموضوع تبع الاستقلاب. نعم. يعني كيف بنعرف انه في استقلاب بالجسم وامتى بنحس انه نحن استقلاب جسم بطيء في حال زياده الوزن؟ تفضلي. هلا الكل بحط على الوزن هو عمليه الايض البطيء، يعني كل العالم بيحطوا شماعتهم اذا لقوا انه جسمهم انه ما عم ينقص معهم بطرقهم ان كانت صحيحه ولا خاطئه، فورا بيعطوه فكره عن جسمهم انه انا استقلابي او ايضي ضعيف بطيء او بطيء. الفكره مو بالشرط انه كل الاستقلاب الضعيف انه يولد الوزن الزايد او الوزن الناقص اطلاقا لا، لكن الفكره انه من احد مؤشرات الايض البطيء انه وقت بدي اجي احاول اني انا من السنه اني اخفض وزني بلاقي بصعوبه بهالموضوع. لكن ما بيسالوا اذا هن عم يتبعوا الاسلوب الصح ولا الاسلوب الخاطئ، وبيلوموا على خلايا الجسم انه هو الجسم حق عليه. الشيء الثاني اللي بدي اجي احكي عليه انه من احد اسباب اللي مهمه جدا اني انا انتبه على استقلابي فيها، انه بكون احيانا خلايا سليمه وانا كل طرقي صح، لكن الخلايا تليانه سموم، فبتلاقي حالك اعاقت عمليه الاستقلاب. لذلك نحن احيانا بننظف بالبن والليمون او برامج الديتوكس بيفرق معنا ايضا المريض تبعنا ثلاث اضعاف من غير انه نحن ما نعمل له هذا التنظيف. احيانا بيجي عمليه التنظيف ما بتعمل شيء، وكل العالم بتربط انه انا عمليه انا اي شيء اني بدي احسن ايضي انه وين الميزان ليش ما تحرك؟ وبدهم اياها بين يوم وليله، وخلق الانسان عجوله. يعني مع انه تكون السموم متراكمه صار لها سنين عم يراكم، بكون عم يدخن صار له سنين، مثلا لما تكون وحده عم تاكل شيء خطا بفتره خطا عندك اياها سنين، وبعدين تحاول انها تغير هالعاده ثلاث ايام ووين النتيجه؟ وبعدين بيطلع الاستقلاب هو اللي هو الحق عليه. فالفكره الاساسيه لا، في هي مثل حركات بسيطه بننشط فيها، في حركات علامات بعرف انه الايض تبعي قليل ولا لا. الشيء الثاني اللي بخليني نروح احلل قبل التحاليل، في كثير عاملين اساسيات، كل العالم كشكل عام بتعمل عندك تحاليل فيتامين د وتحاليل الغده الدرقيه للايض. في شيء كمان اسمه قشر القزر بيفرز هرمونات كثير مهمه للايض، اللي هي عندي اياها الهرمونات اللي بتطلع من الغده اللي فوق القزريه، هي كثير مهمه فيما بعد اذا لقيناهم سليمين نروح نشوف ليش الجسم عم يعبي سوائل، ليه ما عم يصرف، لانه ما شو الايض عندي كمان هو تراكميات بعض السموم. هلا الكلى بتطرح سوائل الجسم، من احد اسباب السمنه بجسم الانسان انغلاق بعض المجاري الليمفيه، هي بتسبب سمنه او بتعطي حيز للخليه الدهنيه انها تعبي بهالمناطق. هلا في مثلا اناث عندها زوايا اوراق بتحسي انه اوكي عندها عامل وراثي وهي القصص، بس مو لدرجه تتراكم بلقمتين ثلاثه او تزداد بهالضخامه هي. فلا بتطلعي بتلاقي عندها مشكله املاح بجسمها وبيعبي جسمها مي، بتاكل جبن بالليل بتاكل املاح لبنة. فبتتوزم هي المجاري الليمفيه وبتترك فراغات، الجسم كل شيء فارغ بيحاول انه يعبيه دهون، فبتلاقي هالمناطق اكتنست. عندي مناطق الصدر، خوالف الظهر، خوالف الخواصر، هي مناطق مو مؤهله للدهون. منين عم تجي؟ عم تجي من شيء اسمه احتباسات سوائل. هي كلها بتعمل عندك عمليه
عمليات ضغط للأيض، لأنه أنا كمان في عنا شيء اسمه الضغط الحجمي والفيزيائي. أي شيء هلا بعد ما أنا بكون مثلا آكل بعد سفرة رمضان ومتهومة وهالقصص هي، ليش بنقول ما نتقل سوائل؟ لأنه في ضغط فيزيائي بيصير على عملية الهضم، فهذا كله بيأثر على بعضه البعض. وبنرجع بنقول في أشياء بالفعل بترفع عملية الأيض بجسم الإنسان، وفي أشياء بتبطئها، ولب الأيض هو عندي إياها إنه وصول الأكسجين للخلايا وتشتغل الحرقات تبع جسيم الطاقي اللي بالخلية. فهي هي هون بقى بياخد كل عضو وظيفته، وبياخد كل واحد عندي إياها حصته الغذائية، وبيصير عندي إياها أداء الوظائف رائعة، ما بيصير في تراكميات السموم اللي قدران الجسم يصرفها بيصير بيصرفها، وهون بقى بتشيل بقى العملية متسلسلة. يعني كنا عم نحكي عن شغلات بتبطئ الأيض وشغلات بتسرع الأيض، خلينا نحكي عنه السريع بقى، نفوت باللب الموضوع. أهم شيء للعامل اللي بيسرع الأيض أي إنسان حس إنه في أيض عندي يا متباطئ عنا يا، هو الماء والليمون. الماء والليمون قلنا بنرجع نقول بينظف الجسم من السموم، أول شيء بيحرك عندك يا عجلات الحرق بالخلايا. مدى ما نطفت الخلايا من سمومها فتحت لنسب لمسام الأكسجين تدخل أكثر، فبيصير عندي حرق أعلى. النقطة الثانية دخول بعض الأشياء اللي هي بتقوي الدم، مثل أحماض الأوميجا، رفع الحديد اللي كنا عم نحكي عم يتحكوا عليه من قبل، لأنه بيوصل الأكسجين للخلايا بشكل أسرع. الشغلة الثالثة اللي بيسرع عملية الأيض في جسم الإنسان هو كتلته العضلية وقت بتكون عالية، لذلك تلاقي الرجل بيحرق أكثر من الأنثى. ليش؟ لأنه نسبة الدهون هي ما مو خلايا بتستهلك الأكسجين أكثر من الخلايا العضلية، لذلك أنا كل ما رفعت الكتلة العضلية تبعي أكثر كل ما حسنت الأيض تبعي بشكل أحسن. في شغلة بسيطة لا لها علاقة بالغذاء ولا شيء بترفع الأيض جدا، هو الاستحمام بالماء البارد. هلا نحن عنا يا هلا فصل صيف، مو غلط ابدا عند الاستيقاظ او مثلا بعد رجوع من العمل اذا انا بدي احسن الايض تبعي انه استحم بماء بارد، مو بارد لدرجه اني انا القط رقبتي او هو الامور هي، لكن اختلاف درجه الحراره على الجلد فورا تحاول الجسم الداخل يحرق الدهون البنيه، هي الدهون البنيه اللي بتتحول لحراره، فهذا بالنسبه لنا بنشط عمليه الايض الداخليه حتى يحافظ الجسم على حراره ال 37، وهي بشغل ما لها علاقه لا بدايت ولا بريجيم ولا بي اي شيء. اللي بيحسن الايض كمان المشي على معده فارغه. نحن كثير بنقول على الساعه الذهبيه بفتره رمضان وقت بيكون عندي بين الساعه 5 و 6 بيالي ساعه لاكل، وانا هلا عضلاتي بقمه نقص السكر فيها، ما عاد في سكر انا بالعضلات لاحرق او احولها لطاقه، العضلات تلتجئ للدهون اللي معبايه جواتها حتى تمسك الطاقه تبعها وتحرقها، عفوا وتمسكها وتاخذها وتحرقها تحولها لطاقه. هون بلاقي حالي ساعه المشي تعادل 3 ساعات مشي فيما بعد الفطور، لانه انا وقت بعبي الدم تبعي السكر الدم وهالامور هي دوب يلحق احرق السكر اللي بقلب الدم اللي عم يمشي بين الخلايا العضليه. الشيء كمان اللي بيفيد الايض اذا كان في عندنا مشاكل بطء بالحرق او بالامور هي كلياتها، او مثلا نقص فيتامين د، رفع فيتامين د كثير جيد جدا لرفع عمليه الايض. كثير نشيك على فيتامين د وقت بتلاقي حالنا اخذنا المكمل الصح بالوقت الصح، ما نكثر من مكملات فيتامين د، المهم نعرف فعاليتها. بعد مكمل فيتامين د ناخذ معلقه زيت او 3 زيتونات حتى تحول الدي 2 للدي 3، شويه اشعه شمس كثير بهمني لتحسين فعاليه فيتامين د. الشيء كمان اللي بيفيد بعض الوصفات الحارقه اللي احنا بنقول حكينا عنها يمكن بالحلقات السابقه، شويه فنجان قهوه بنحط له معلقه قرفه، هذا من دون سكر يؤخذ كما في نظف السكريين. انا من الناس اللي مو معجبه، انا مو معجبه من السكريين، على فكره القرفه بتحلي القهوه خلص، عرفت كيف؟ بس انا مو معجبه بالمحليات الصناعيه تماما، لانه لها قصص ثانيه. الفكره اللي بيهمني امر انا انه هذا القرفه قهوه وقرفه وشويه معلقه. هلا هي يمكن العالم متعوده على القرفه مع الشاي، والشاي فيه شويه كافيين، لكن مركز القهوه عندي اياها مع الهي بتعمل عمليه رفع للايض والحرق. في بعض المأكول انا بحب انه تتاخذ تقريبا اذا كان ما في صيام فترة عندي اياها فترة وقت الوهن الطاقي، يعني في فترة بعد الشغل وهالقصص وبعد الاكل وهيك بين الساعة 6 لل 7 مساء، الناس اللي بتتقلق خليها ننقلها لفترة عندي اياها قبل بشوي. الفكرة اللي يهمني امراء
الحمراء كمان في بعض الثمار بترفع الايض مثل الاناناس، مثل عندك اياها كمان القرع، القرع غني بماده اسمها السيلينيوم والزنك، بيرفع عندي اياها كثير عمليه الايض لانه هن المواد بتخلص الجسم من سمومها، وكمان بتحسن شيء اسمه عمليه الهضم بالجهاز الهضمي. من احد الاشياء اللي كمان ما حكينا عنها انه بتبطئ عمليه الايض هي الامساك والكولون، مشاكل الكولون، وهي اللي بتضرب عندي اياها شيء اسمه فلورة الامعاء اللي هو بعض البكتيريا بتفوت لنا على الدم فيتامينات بي، هي اللي بترفع الحرق والايض. حاول اذا اخذناها كمكملات غذائيه بتسمننا، لكن وقت بينتجها جسمنا من خلال البكتيريا النافعه بالامعاء فهي كثير بتحسن الايض. في بعض الادويه بتبطئ الايض مثل ادويه الاكتئاب كثير لانها هي معظمها مهدئات، ننتبه وقت بيتاخذ لازم نشوف عندنا كيف ننظف حالنا من هالسموم هي بعد ما تؤدي هالادويه وظائفها. كمان برجع بقول كثير الامساك بيوقف عمليه الايض، الكولون بيوقف عمليه الايض. ناخذ مكملات من اللبن حتى نعوض هالامور. الناس بتاخذ ادويه التهاب كثير بتقلل عمليه الايض تبعها، فبعد كورس التهاب لازم ناخذ عندي اياها بعض الجرعات من مصل اللبن حتى نحسن عندي اياها البكتيريا النافعه ونرجع ننشط عمليه الايض تبعنا. نعم، يعني نحن كلنا بنتبع احيانا عوائد خاطئه، بنعمل ريجيمات على كيفنا وهي تبع الكيمياء وعلى اللبن، انا ضليتني كل النهار وعلى التمر واللبن وعلى الموز طول النهار واليوم تفاح طول النهار. قد ايه هذا الحديث ايضا ممكن انه يعني ما يفيدنا بقدر ما انه بيفقد لنا فيتامينات جسمنا ونرجع بنصير لشغلات ثانيه. احد الريجيمات المدمره ريجيمات الصنف الواحد، يعني مثلا تقولي يوم مثلا بتشوفيها كثير على النت، يوم كامل لبن، يوم كامل بطاطا، صح، يوم كامل كميات مفتوحه. انا ما بتخيل انسان مثلا بيقولوا له يوم كامل لحمه، افطر الصباح عن لحمه، يعني انا ما بعرف كيف بيطبقوها هي البرامج هي. بس انا اجمالا مو قصه هيك، قصه مثل ما قلتي فعلا الاعتماد الصنف الواحد هو بيخسر الجسم اشياء كثير ثمينه منه. النقطه الثانيه بتحاول هيك الريجيمات تدمر الخلايا بالجسم، فهي الريجيمات انا بسميها بتهرم الجسم ما بتحسن. على فكره من الاشياء اللي بتبطئ عمليه الايض كثر استخدام الريجيمات، لانه نحن بنقول اقلال الطعام هو شيء مدمر للايض. انا اذا عودت الخلايا تبعي على كميات كالوري اقل حتعودني على كميات حرق اقل كمان. نعم، فهذا ننتبه عليه، لانه نحن حتى برجيماتنا بنحط يوم فري يوم متنوع. انا كل غايتي بالرجيم اني اعدل لك حجم البطن المعده تبعك، مو غايتي اني انا احرمك من الاكل. صحيح. يعني فهي النقط هي كلياتها ما بننتبه عليها وتبلش بقى العمليات، بيصير واحد بيعيش على كاسه المي ما بينزل جرام واحد على الميزان. نعم. فهذا الاستمرار بعمليه تقليل والانظمه اللي بتعتمد على الكالوري، يعني انا كثير بحسها مدمره، هي اللي بتقول لك انه بدي انا بحتاج 2000 كالوري وانا بدي نقص الكالوري وهيك انا رح نقص. اطلاقا هي اساسا حنقص، هلا بعد شوي حنقص، اذا عنده الواحد اساسا زياده 20 كيلو على هالحاله وين بده يصفى على 20 كالوري مثلا يعيش فيهم باليوم حتى يساوي هالمعادله الرياضيه. جسمنا مو فقط بيعتمد على معادلات رياضيه، جسمنا عنده ترموميتر، عنده شغلات بتوازنه، ما بيرد علينا احيانا وقت بيلاقينا عم ناذيه، فهو بيصير اعند معنا وقت بيشوف انه هو الشخص بحد ذاته عم يدمره. نعم. فبيصير بيشتغل عكسه، وهون بقى بتصير تناقضات بقى الاعراض الجانبيه لاي شيء عندي اياه. انا بقول بدي اساوي شيء صح لجسمي، صحيح، لاقي حالي شيء عندي اياه صار غلط. نعم. ثواب، بالوقت القليل المتبقي اذا في نصائح حابه توجهيها، نقط ما حكينا عنها، وخلينا نمر دور الخل، يعني في اشخاص دائما بيوصفوا الخل بموضوع تنشيط الاستقلاب. اهم شيء بالخل في له عاملين، اولا هو تنظيف مثل ما قلنا حكينا، بنقي الكلى، بنقي عندي اياها الدم من بعض السموم. النقطه الثانيه هو بنقص امتصاص الجلوكوز بالاثني عشر. مثلا انا اخذت وجبه نشويه لا باس فيها وبدي احاول اني انا ما فوت كلها على الجسم تبعي، بحاول ما اخذ معلقه خل بعد الغداء بكسرها بشويه مي. استخدام الخل على الريق شيء خاطئ، حتى لو لقيته ب 100 وصفه انا بمنع هذا الموضوع، حتى لو كانت خلطه تفاحه قبله هذا اسلم لنا. الشيء اللي بيهمني امره الخل انا بستخدمه لازاله الدهون او التاثير على الدهون ببعض مناطق معينه مثل زوايا الاوراق، زوايا الذراعين بالاطراف، هذا كثير لانه هو بياثر على الدهون التراكميه. استخدامه الصحيح معلقه معلقه بفنجان مي بعد فتره الغداء، خاصه بعد الوجبات اللي فيها هي نشويات بنسبه عاليه. خل التفاح، لانه خل التفاح بتمنى خل التفاح مو الخل الابيض. تمام. الخل الابيض عم تجينا هو من مواد كيماويه من ماده الخلية.
سنين، فعم نضرب معدتنا مع هي اللي هو مصنوع من ستات البيوت تبعنا، فهذا كثير كثير رائع. وكمان هو بيرفع عمليه الايض، بينقي الدم وبيخفض حمض الهول كمان الجسم. ممتاز. طيب. انا اليوم كنت عم اقولها لنرمين على الخل، قالت لي هلا جاي هلا بنحكي عليه، هلا بنحكي عليه وصلتي على الصبح، قلت لها الصبح خلص زياده. هو شوفي، هو طعمته وكل العالم تستحب طعمته، بينسى طعمه الاكل بعد الاكل بصراحه. صح. لكن هو فينا بعد 3 دقائق تلاقي راحت طعمته من التم، وهو شيء مفيد. وفي ناس بتحبه بالسلطه، بتستسيغه بالسلطه مع الفتوش برمضان، كل هالامور هي كلياتها كلها. بس هو سبحان الله هو مقوي للعصب، قوي، بنظف كل شيء من جسم، املاح بيطالعها، له وظائف كثير بيولوجيه خطيره. نحن كثير يعني سرنا بهدول المعلومات اللي بتهمنا وبتهم الكل. يعني نصائح، هدول النصائح اللي قدمتيها ثواب، نتشكرك عليها، وان شاء الله يا رب هيك كل الصبايا وايضا الشباب استفادوا منها. كمان شباب هلا عم يدوروا على الدايت أكثر من البنات، بكل شيء أكثر من البنات. شكرا لك ورمضان كريم عليكم. طبعا شكرا لك ثواب الغبرة، اختصاصية التغذية، على كل المعلومات القيمة اللي قدمتيها اليوم. يا أهلا وسهلا يا أهلا.